ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معكم النهاردة حلقة جديدة في مادة الكيمياء. هنبدأ نحل الدرس الباب الثاني، الدرس التمهيدي اللي هو ما بيبقالوش حل أنتوا طالبينه، فنبدأ نحله كده مع بعض. صفحة 56 كتاب الامتحان. كتاب الامتحان يا جماعة حلو وما بعملوش دعاية ولا حاجة، اسئلته حلوة وفيها هدف معين او تكات معين، ما فيهاش لف ودوران زيادة على اللزوم ويعقدوكم زي الكتب التانية. انا بقولها نصيحة لوجه الله، اللي عايز يشتغل كده يشتغل، واللي عايز برضو يعقد نفسه يعقد نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة رقم واحد، يعرف ايون البي 3 باسم طبعا الفوسفيد، دي موجود عندنا في الشرح في الكتاب. يبقى انا عندنا هنا اهوت الحاجه اللي مش مستاهله كلام هنحلها على طول، الحاجه اللي عايزه توضيح هنوضحها عشان ما نقولش الاستاذ ايه مستعجل في الاجابه. يبقى دي رقم واحد هتبقى ايه، الف الفوسفيد. طيب اللي ما اشتركش معانا في قناتنا يعني نشترك عشان نرفع من كفاءه القناه شويه على اليوتيوب، لان بصراحه الواحد بيزعل من المشاهدات لان احنا مقصرين، والاخر نرجع نقول المستر مصطفى ما بيعملش حلقات لاولى ثانوي ولا لثانيه ثانوي ولا لثالثه ثانوي ولا المرحله الاعداديه. يا جماعه في تقصير في المشاهدات، اللي بيدخل ببص وخلاص، حتى لا بيشترك ولا بيعمل حاجه ولا بيعرف زمايل. احنا في وقت عايزين كلنا يبقى يد واحده باذن الله عشان نعدي من هذه المرحله. اللي ما اشتركش اشترك معانا ويضغط على الجرس ويختار الكل عشان يوصل له كل جديد. قائمة التشغيل فيها كيمياء كتير، احياء كتير، فيزياء كتير، بس للأسف مش مترتبة، هحاول ارتبها الفترة الجاية بإذن الله. يعني كل حاجة موجودة والحل، ومحدش يقول لي ده من شهرين ثلاثة ده من اربع شهور، هو نفس المنهج الجديد يا جماعة. احنا الفترة الجاية بس نحل اي حاجة يعني اتغيرت او في اسئلة جديدة بنعملها، نماذج اسئله حاجات كويسه بنعملها مع بعض ان شاء الله. لكن نقعد نعيد شرح تاني ونقعد نعيد حل تاني من اول وجديد، لا، في حاجات كتيره موجوده على القناه في قائمه التشغيل، كيمياء وفيزياء واحياء بالنسبه لاولى ثانوي وتانيه ثانوي وتالته ثانوي والمرحله الاعداديه برضه اولى وتانيه وتالته عشان ما نضيعش وقت. نبدا باذن الله. قلنا يعرف ايون بي 3 سالب او سالب 3 بالفوسفيد. تعالوا بقى نشوف الجدول ده، اي من الاختيارات غير صحيح، يعني كلهم صحيح ما عدا واحده. كبريتيت اس او 3 كل اتنين ديت يعني سالب اتنين، دي يعني تكافؤ ثنائي، دي صح. الفوسفات دي صح. هيدريد دي غلط، دي هيدروكسيد، دي هيدروكسيد. خلاص يبقى انا عندي رقم اتنين هتبقى ايه، رقم اتنين هتبقى رقم جيم. نركز مع بعض شويه. اللي بعده الاسم الصحيح لمركب ان ايه، ان او 3 هو يا ترى ثالث اكسيد نيتروجين الصوديوم، غلط طبعا، نترات الصوديوم تمام، دي اللي صح. يبقى انا عندي رقم 3 هتبقى ايه، ب نترات الصوديوم، نترات والصوديوم. اللي بعده رقم أربعة تتحد أيونات الكالسيوم مع أيونات الفوسفات مكونة صيغة كيميائية. تعالوا بقى نفكر كده مع بعض، هو موضح للأمور بيقول لي أيونات الكالسيوم Ca موجب 2 وأيونات طيب يعني هيديني إيه، أيونات فوسفات الكالسيوم. طب ما أكتبها كده بالعربي، فوسفات الكالسيوم، وموضح لي إن الكالسيوم ثنائي، ده الكالسيوم أهو عشان نفهم بس بتيجي إزاي، مش عايزين حفظ يا جماعة. كالسيوم اهو فوسفات بي او 4، الكالسيوم ثنائي وقايل لي، والفوسفات ثلاثيه وقايل لي مسهل للامور. يبقى الصيغه العامه بتاعتها اللي هو سيادته عاوزها هتبقى سي اي 3 بي او 4 كل 2. نبص كده المنظر ده موجود فين، في انهي اختيار، في 4 سي اي 3 بي او 4 كل 2 رقم د. بصوا عليها كويس وشوفوا هي جت ازاي، مش عايزين برضو نحفظ الحفظ كويس بس بعد الفهم. نيجي رقم 5، الصيغة الكيميائية المركب كلوريد المغنيسيوم
كلوريد المغنيسيوم انا ممكن ما ابصش خالص الا ما افكر فيه. يعني ايه كلوريد المغنيسيوم؟ بالراحه كده، كلوريد المغنيسيوم. اعمل ايه في كلوريد المغنيسيوم؟ مغنيسيوم ام جي، كلوريد يعني سي ال، المغنيسيوم ثنائي، الكلور الكلور احادي. ها يلا كده مع بعض، ده المغنيسيوم واخد اتنين ايه كلور مع بعض. تمام، يبقى نشوف الاختيار ام جي سي ال 2، ام جي سي ال 2 رقم بي، يبقى الاجابه رقم 5 هتبقى ايه؟ رقم بي. نركز يا جماعه في الاسئله، انا بحل الكلام ده بناء على رغبات وطلبات زمايل لكم سواء طالبات او طلبه، كلهم فوق دماغي خلاص. وطبعا ايه، نستجيب لمن يطلب اي شيء باذن الله بقدر الامكان. وبرضو ملحوظ عشان محدش يزعل، انا بكتب رقم الواتس، الناس بتزعل انني ساعات ما بردش، احيانا واحد بيبقى مشغول واحيانا ببص وانا بره البيت، يعني ببص على بعض الحاجات. انت بصيت وما تردش ليه يا استاذ؟ يا جماعه الاستاذ مش قاعد مستني ان هو يقعد يقرا ويقعد يعمل، بتبقى ساعات الانسان مش فاضي او الوقت غير مهيأ. رقم 6، ما الصيغه الكيميائيه المركب نترات الحديد؟ مهم جدا يا جماعه هذا الكلام، نترات الحديد 3 يعني الزمني ان هي 3. تمام. نبدا نفكر كده مع بعض، ادي الحديد يا استاذ، ادي النترات يا استاذ، ان او 3 الحديد قال لي 3 هو اللي طالب، النترات احاديه. بص كده بقى، يلا ايه اللي هيطلع؟ اف اي ما تحتاجش حاجه، واحد بس، ان او 3 بين قوسين عشان مجموعه ذريه كل 3. نشوف الاختيار اللي عندنا ده، بعمله لكم في مربع اهو عشان يبقى ظاهر عندكم. ايه هو الاختيار اللي الاستاذ كاتبه لي هنا؟ حديد وان او 3 كل 3 يبقى رقم بي، يبقى رقم 6 هتبقى ايه؟ بي. الاجابه تحت الايه؟ رقم السؤال اهو. ونبص كويس جدا جدا جدا. طيب نيجي رقم 7، بيقول لي اذا كانت الصيغه الكيميائيه المركب ثاني كرومات الامونيوم هي، اعطاها لي كده، فان الصيغه الكيميائيه المركب ثاني كرومات المغنيسيوم، انا استفدت ايه من الصيغه دي؟ يعني هو كاتبها لي ليه؟ هو بيريحني ان هو عرفني ثاني كرومات الرمز بتاعها ايه؟ Cr2O0. طب الحته الثانيه ان هي اخذت اتنين ايه؟ مجموعات امونيوم، يبقى الوقت هنا هو تعرفني ان دي ثنائيه. يبقى لما اجي اقول للصيغه الكيميائيه المركب ثاني كرومات المغنيسيوم، خلاص وجها لوجه بقى، فيس تو فيس زي ما بنقول، يبقى ام جي خلاص Cr2O7. يعني ايه فيس تو فيس؟ يعني دي ثنائيه ودي ثنائيه، يعني المغنيسيوم هاجي اساله هيقول لي انا ثنائي ثاني كرومات بناء على المعلومه اللي اداها لي وبناء على الكلام اللي موجود في الكتاب ان هي ثنائيه التكافؤ، شيل الاثنين مع الاثنين، يبقى المغنيسيوم تحته واحد، الكرومات ثاني كرومات البوتاسيوم ايه؟ او ثاني كرومات ايه؟ ثاني كرومات اللي تكافؤ بتاعها ثنائي. يبقى نبص المنظر ده كده فين؟ ام جي ام جي سي ار 2 او 7. يبقى انا عندي رقم 7 هتبقى حرف ايه؟ ركزوا معايا يا جماعه عشان نعمل اكبر قدر ممكن ان شاء الله معاكم عشان الاستفاده وحسب ايه طلباتكم. رقم 8، رقم 8، اي من الاسماء المركبات الاتيه غير صحيح؟ احنا عايزين نستبعد الغير صحيح. يعني ايه يا استاذ الغير صحيح؟ نبص مع بعض الاول، كلوريد الكوبالت 2، كلوريد الكوبالت 2، اكسيد الالومنيوم 3، اكسيد المغنيسيوم، خامس اكسيد الفوسفور، خامس اكسيد الفوسفور. نتوقع ايه الخطا اللي هنا؟ اكسيد المغنيسيوم تمام، كلوريد الكوبالت تمام اللي هو ثنائي، اكسيد الالومنيوم موجود واحنا عارفينه، لكن خامس اكسيد الفوسفور مفيش مركب بالاسم ده، في خامس كلوريد الفوسفور، خامس كلوريد الفوسفور. لكن خامس اكسيد الفوسفور مفيش كلام من ده، يبقى الاجابه الخطا هي دال، يبقى رقم 8 ايه؟ دال. يلا رقم 9، التسميه الغير صحيحه لمركب ال اي سي ال هي. انتم ملاحظين كان في مركب فوق نترات الحديد، لما جه يتكلم عن الحديد وخصوصيه الحديد عمل لي ايه الثلاثي ده؟ طيب في خصوصيه هنا للليثيوم؟ اه، كلوريد الليثيوم واحد،
لان ده احادي وده احادي، لكن ما فيش حاجه اسمها اول كلوريد الليثيوم، ما فيش كلوريد احادي الليثيوم، ده كلام كله في الهواء. يبقى بيقول لي التسميه الصحيحه هي باء. كلوريد الليثيوم ما ينفعش، لازم احدد كلوريد الليثيوم ايه واحد، ان الليثيوم ايه احادي وجها لوجه كده ايه مع بعض. يبقى ده الرقم 9 هتبقى ايه باء، 9 هتبقى ايه باء. نيجي يلا للصفحة التانية. اي من المركبات الاتية، اي من المركبات الاتية صيغته الكيميائية غير صحيح. نبص على السؤال تاني، ظبط الكاميرا الاول. رقم 10، اي من المركبات الاتية صيغته الكيميائية غير صحيح. بالراحة خالص كده ونفكر مع بعض. اولا ممكن نجيبها مجرد النظر، بلاش مجرد النظر يا استاذ. كربونات البوتاسيوم دي صحيحة، لان الكربونات الثنائية والبوتاسيوم احادي. طيب بروميد الامونيوم احادي واحادي، خلاص دي صحيحة. كلوريد النحاس وعامل لي واحد، وممكن يعمل لي اتنين، لو عمل لي اتنين هتبقى CuCl2. طب ما عملها لي واحد صح، يبقى انا عندي الخطأ عندي فوسفات البريوم، لان سوال البريوم الثنائي مع الفوسفات. خلينا نصحين في الاجابة، فوسفات البريوم يا جماعة عشان ما نقولش الاستاذ بيكروت في الاجابة، فوسفات البريوم لو احنا عملناها بريوم او باريوم الاثنين صح، فوسفات BO4، البريوم ثنائي، الفوسفات كايه ثلاث، يبقى الكلام ده خطأ خالص اللي هو كاتبها لي. سوالي الثنائي بالثلاث، يبقى انا لازم اذاكر الصيغة الكيميائية من تاني وتالت ورابع. ولذلك نصيحة، نبص على الحلقات اللي فيها صيغة كيميائية وازاي نوزن المعادلة وازاي نظبط نفسنا في الكلام ده. يبقى بريام ثلاثي والفوسفات كل تو. ايه الكلام ده يا استاذ؟ هي دي الصيغة الصح. هل هو عملها لي هنا صح؟ طبعا غلط، فوسفات البريام دي غلط. يبقى رقم ايه 10 هتبقى ايه جيم، رقم 10 هتبقى ايه جيم. يلا بسرعة عشان الوقت، نيجي رقم 11. نبص عليها كده مع بعض. ما صيغة المركب الناتج من تفاعل فلز الكالسيوم مع لا فلز الايه كبريت؟ طبعا ده ثنائي والكبريت ثنائي، يبقى وجها لوجه، فيس تو فيس. وانت حافظ وبتقول خلاص يا استاذ؟ لا طبعا، بصوا لاي تركيبة تانية خطأ، لان ده ثنائي وده ثنائي، يبقى لازم قصاد بعض وجها لوجه. يبقى رقم 11 هتبقى ايه بي. نيجي لرقم 12. نبص على اجابتها كده، سيب لكم الورقه دي لان اللي فيها الاجابات اهو بالراحه وبهدوء، لان دي الصفحتين دول مش متجاوب عليهم في الكتاب. بنقول رقم 12، يتفاعل اللا فلز اكس مع فلز الالومنيوم لتكوين المركب ALX. شوف الزمني بحاجه معينه، كلمه الفيس تو فيس برضو هي جات لي تاني اهو. يعني ايه كلمه فيس تو فيس؟ هي كلمه بتتقال؟ لا، وجها لوجه. يعني ايه؟ يعني اللا فلز الاكس تساوى مع الالومنيوم في التكافؤ. ما اسم اللا فلز اللي تكافؤه ثلاثي؟ النيتروجين. ده انت حافظ بقى يا استاذ وبتكتب؟ لا، ما انا عايزكم تبقى اشطر مني في الحته دي. يبقى نمسك برضو التكافؤات، نمسك العناصر. الاكسجين ثنائي، الكلور احادي، الفلور احادي، ما ينفعوش مع الالومنيوم في هذه الصوره. يبقى الوقت هنا اهوت الاكس هينفع ايه؟ دال اللي هو الايه؟ النيتروجين. نيجي رقم 13، يتفاعل هيدروكسيد الفلز، يتفاعل هيدروكسيد الفلز ام مع حمض الكبريتيك، مع حمض الكبريتيك. كلام جميل، تمام. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لأي من العناصر الآتية يمكن أن يكون الفلز ام، ده كلام كبير جدا. طيب اشمعنى أنت بتقول كده ليه؟ لأن لازم الام ده تكافؤ ثنائي. يعني إيه تكافؤ ثنائي؟ يعني ما ينفعش أحادي، ما ينفعش أحادي. ليه يا أستاذ؟ لأن جات لي فيس تو فيس تاني أهو، كل شويه فيس تو فيس وجها لوجه يا استاذ. لان الام طلع ثنائي بدليل ان هو اخد 2 هيدروكسيد، وبدليل ان هو تفاعل وجها لوجه مع مجموعه الكبريتات. يبقى لازم يكون الام اي من العناصر الاتيه يمكن ان يكون فلز ام. هل ينفع الصوديوم الاحادي؟ هل ينفع الالومنيوم الثلاثي؟ هل ينفع البوتاسيوم الاحادي؟ لا طبعا، مفيش الا المغنيسيوم اللي هو ايه رقم باء. يلا اخر سؤال النهارده، السؤال 14، وان شاء الله الصيغه الكيميائيه اعملها لكم في حلقه تانية عشان برضو فاهمها لكم وتبقى سهله مع بعض. اي من الاحماض الاتيه تسميته غير صحيحه؟ في حمض في الاربعه تسميته غير صحيحه. السؤال 14 واخر حاجه ان شاء الله، بيقول لي حمض الكبريتيك صح، حمض الهيدروكلوريك
حمض الكربونيك، حمض الفوسفوريك، يبقى حمض الهيدروكلوريد غلط، حمض الهيدروكلوريك ي هو كاف، لكن حمض الهيدروكلوريد دي تسميه غير صحيح. خلاص هو كاتب الرمز صح بس التسميه اللي غلط. يبقى حمض الكبريتيك نتاكد H2SO4، حمض الكربونيك H2CO3، ما هي دي بقى الخبره اللي بتلعب دور مش انا حافظ. حمض الفوسفوريك H3PO4، لو عملته صيغه كيميائيه الثلاثه دول صح، يبقى في تسميه غير صحيحه، يبقى 14 يبقى ايه؟ ج. ده كان اخر حاجه النهارده في حلقه النهارده. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينه دمياط الجديده، وافكركم تاني وتالت ورابع، اللي ما اشتركش يشترك، وعايزين نعمل لايكات ونعمل مشاركات مع زمايلنا علشان القناه تكبر بفضل الله اولا، ثم بمشاركاتكم معانا، وان شاء الله نكمل بقى بجديه شويه مع بعض باذن الله عشان نحاول نخلص الباب الثاني كله في اقرب وقت عشان نفضل الباب الثالث شويه. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينه دمياط الجديده، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.